قناصين فوق الدولة العراقية يقولون نعنة الله على صدام، نعنة الله على أبو صدام حسين. يعني هسه هم طلعوا أنكس من صدام، يحاط القناص فوق يضرب المتظاهرين يقتلهم. شنو ذنب هاي الناس؟ شنو ذنب العوال؟ والله ليش طلع مظاهرات على الماي، على الخدمات، على الماي، يريد كهرباء، يريد ماي يشرب، يريد ماي يغسل وجهه من الماي المالح. زين انتم الحكومه بدال ما تسوون حلول للشعب المظلوم، انتم تقتلون ابنائكم. من هو الدافع؟ من دافع داعش وكتل داعش؟ مو هم الابطال اهل البصره، اهل النجف، اهل السماوه، اهل الناصريه، اهل بغداد، اهل بغداد، كل المحافظات العراقيه ذول ابنائنا. والشراره طلقت من البصره. لازم الحكومه حقوق الانسان يسوون حل للبصره. زين وهي مو بس البصره تنزف، كل المحافظات تنزف. واستنكر تصدي القوات الامنيه لهم، واشد على ايديهم بقيامهم بحرق مقرات الاحزاب. حرق مقرات الاحزاب واجب وطني، انا اقول واجب وطني، لان ردع مباشر الى هذه الاحزاب، وحتى تعرف ثقلها بالشارع وتعرف رده الفعل لها. وتدعي بعض الاحزاب بانها لها قواعد مليونيه بالبصره، اين قواعدكم المليونيه امس؟ ها؟ اين قواعدكم المليونيه؟ اذا انتخاباتكم واصواتكم اللي حصلتوا عليها في البصره اصوات مزوره او وهميه وفضائيه، 100% فضائيه، لان ما لكم اي ثقل بالبصره، لم يثبت اليكم اكبر دليل. حرقت مكاتبكم، هربتوا خلال لحظات، اصبحتوا على قول المثل البصري شذر مذر.